قولي بقى، مين كلمك قبلها؟ كان بيقولك ايه؟ احساسك كان ايه وقتها كده؟ بصي، هو بصراحه ساعتها يعني الفرقه كلها بدون استثناء كانت واقفه جنبي، لان هم عارفين اول ماتش ده دايما بيبقى فيه رهبه وبيبقى فيه الكلام ده، وانت عارفه الضغوط والكلام ده. فالموضوع يعني بالنسبه يعني الحمد لله بالنسبه لي انا عديته بسهوله، بس بالنسبه لهم ما كانش سهل، اللي هو عارفين ان هيبقى عليه ضغوط وانه لسه واول ماتش، لان كلهم كانوا مكاني في اول ماتش والكلام ده. فلا يعني عايز اقول لك، كابتن شناوي كلمني، كابتن علي لطفي كلمني، كل ال بس انا اصلا قبل الماتش بيوم انا كنت قافل موبايلي، لان خلاص كانت الناس كتير ابتدت تتكلم وانا عايز خلاص اخش في مود الماتش، وناس كتيره كلها يعني فوق دماغي عايزين يكلموني يحفزوني وبتاع، بس ساعات ده بيقلب بالعكس، فاهمه؟ طبعا عايز تركيز. فانا رحت بس فاصل، رحت قافل موبايلي، بس حتى لما قافل موبايلي الاقي الناس تبعت لي على الواتساب. يعني مثلا انا فاكر، ودي برده احكيها، كابتن عمرو السوليه هو من الناس القريبين مني، يعني قريب جدا ليا، فكلمني بس التليفون مقفول، فانا لقيت من الواي فاي بتاع الاوتيل اللي احنا قاعدين فيه، فانا بس عامله اير بلاي مود، فلقيته بعت لي فويس نوت بيقول لي انا كلمتك بس انت تليفونك مقفول، شد حيلك النهارده وركز مش عارف ايه. كل الناس الصراحه كلمتني وكله وقف جنبي لغايه حتى بعد الماتش، كابتن ايمن اشرف، انا مش عايز انسى حد، ومحمد هاني، الناس كلها كلمتني بصراحه.